حياكم الله من جديد. في هذه الأيام تبدأ حمى الشراء والذهاب إلى الأسواق يوميا تصيب العديد من الأسر، فيقومون بشراء السلع وخاصة التي يسمونها بالسلع الرمضانية، مما يدخل الأسرة في حالة إلى عدم الاتزان واللجوء أيضا إلى الاقتراض لتلبية تلك المتطلبات. فما السبب وراء ذلك؟ وما أثر هذه على ميزانية الأسرة؟ وكيف نواجه هذا الاستهلاك المفرط ونواحي المجتمع بأضراره المادية؟ لمناقشة هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا هنا في الاستوديو الأستاذ تركي التميمي، باحث اجتماعي. حياك الله أستاذ تركي. حياك الله أختي عبير، وبداية أرحب فيك والمشاهدين والمشاهدات، ونقول لهم كل عام وانتم بخير، والله يبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه. اللهم آمين. يعني أستاذ تركي، الحين الآن معروف في ثقافتنا، يعني الآن ما قبل رمضان تلقى الحين السوبر ماركتات تعج في البروشورات والتخفيضات ومهرجان وذا. برأيك كيف احنا نقدر نكون واعين لمثل هذه؟ طبعا بداية اخت عبير، يعني لازم احنا نتذكر المقصد الأساسي أو الحكمة من وجود شهر رمضان. نعم. خلال سنة كاملة أو خلال 12 شهر. للأسف أن كثير من الناس ابتعدوا، أو خلنا نقول تناسوا المقصد الأساسي من وجود شهر رمضان. نعم. فالأصل من وجود شهر رمضان هو روح العبادة والتقرب إلى الله وزيادة الأعمال الصالحة. صحيح. وزيادة الأجر. لكن للأسف يعني نجد أن كثير من الناس تناسوا كل هذه الأشياء. نعم. فبداية من تقريبا نلاحظ من 15 تقريبا شعبان لحد خلنا نقول آخر ساعة من رمضان، والناس في الأسواق للأسف. نعم. يعني تحصلينهم من 15 شعبان يحضرون الأكل والأطباق خلنا نقول الطبخات الجديدة والصواني والأواني الجديدة. نعم. أو حتى يغيرون الأثاث للأسف. نعم. اللي ما هو بحاجة لتغيير يعني. فلحد ما يمكن خلنا نقول الخمسة الأيام الأولى من رمضان، تنتهي الخمسة الأيام الأولى من رمضان ولاحظي أنهم متناسين المقصد الأساسي من رمضان اللي هو روح العبادة. نعم. فيبدأون بالتحضير للعيد، ليوم العيد وليلة العيد أو أيام العيد إن صح التعبير. ومع هذا كله للأسف تضيع العبادات والتقرب إلى الله والنوافل وقراءة القرآن. صحيح. ويعني لو نلاحظ إحنا الآن خلي نقول في خلال شهر رمضان. نعم. أي وقت نطلع تقريبا للشارع أو للأسواق نلقاها مزدحمة، خاصة العصر. وحتى في الليل، ولو تلاحظين أنهم حتى في أسواق كثيرة أو مولات صاروا يفتحون حتى بعد صلاة الفجر. كلها لتلبية رغبات المستهلك أو الزبون للأسف اللي تناسى المقصد الأساسي من وجود شهر رمضان. صحيح. طيب أستاذ، برأيك يعني إيش السبب وراء انتشار مثل هذه العادات السيئة الاستهلاكية لدينا؟ والله أخت عبير، خلنا نقول الأسباب كثيرة، لكن منها المقارنة، وجود المقارنة ما بين الأسر وما بين خلنا نقول المعارف والأصدقاء. يعني هذول شافوا سفرة ذولا بالضبط قالوا نبي نزين مثل سفرتهم بالضبط. وفي جانب آخر. نعم. وفي جانب آخر أختي عبير، أنه بعض الأسر أو بعض الناس ما يبي يقع في البخل، وللأسف يعني. نعم. ما يبي يقع في أنه ما يصفه الناس أنه بخيل، أو أنه مثلا ما قام بواجبهم كما يجب. نعم. فيقع في الإسراف في الجانب الآخر، في الإسراف. ولكن القرآن الكريم حسم هذا الأمر يعني. فالله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولكي لا نقع، ولكي يعني عدم خوفنا من البخل فنقع في الإسراف، أيضا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نعم. نحن نعرف هذا الكلام، حافظين صور القرآن وحافظين آيات القرآن. نعم. ليش يا أستاذ تركي ما قاعد نتغير؟ ما قاعد نشوف فعلا السفرة من. نعم. هنا لهنا. نعم. مؤخرا شفنا مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالفيديوهات البذخ والرز اللي مكبوب بالأرض. صحيح. وين الفجوة؟ وين الإشكال وين فيه؟ إحنا شعب محافظ، شعب. صحيح. متدين، شعب. صحيح. عندنا عرف ونعرف الخطأ.
ليه من اللي قاعد اجل ايش الفجوه وينها فيه؟ صحيح، للاسف اختي احنا يعني انا لا تاخذني على صراحتي يمكن قد يكون في احنا لا احنا لازم نتكلم بشفافيه. نعم هذا مجتمعنا. صحيح، احنا نحتاج تطبيق عملي لكلمه محافظ. يعني نحتاج من رب الاسره، من ربه المنزل ان يوعوا اولادهم او حتى في حتى في جانب الاعلام وجانب التعليم في المدارس. المشكله ان صار رب الاسره هو اللي يعني اساس المشكله. نعم هو صحيح. اللي يحب اللي يفشخر ولا الام اللي تحب تفشخر عن زميلاتها واهلها. صحيح صحيح للاسف صحيح. فهذا هذا جانب فعلا احنا واقعين في مشكله وفي خطر صحيح. صراحه صحيح. يعني تناقض هذا اللي قاعدين نعيشه. نعم صحيح. فالاب او الام لازم يضعون خطه لاولادهم. نعم. تربويه تبين لهم المقصد الاساسي من وجود شهر رمضان فعلا. يعني تحط لهم خطه حتى مثلا في ترتيب الوقت رمضان، وقت العبادة. نعم. وقت مثلا للتسلية. صحيح. وقت مثلا لممارسة بعض الهوايات. فبهذا أعتقد أننا سنخرج بأسرة يعني متفهمة وقادرة على الاستمتاع بروحانية رمضان. صحيح. وفي نفس الوقت ممكن أنه يكون في جانب من التسلية. نعم استثرك يعني برأيك تتوقع أنه الآن دور وسائل التواصل الاجتماعي أثرت هذا العادة السيئة لدينا؟ والله إن لم يكن هي السبب الرئيسي. الآن يعني وسائل التواصل الاجتماعي ربما هي اللي قلبت موازين الأسر. أول ما كان أحد يحب أحد يشوف. نعم. حياة. نعم. الحين ما حد يقدر يأكل إلا لما يصور. صحيح. أكله صحيح. حتى الأكل في حالات كثيرة يبرد والسبب التصوير. التصوير نعم. فبالتأكيد يعني الآن وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. أثرت تأثير كبير في حتى يمكن خلينا نقول تركيبة الأسرة. نعم. وطباعهم حتى طباع الأسرة تغير. ما عاد صارت البيوت أسرار. نعم صحيح. لكن هذا راجع لقلة الوعي وقلة التوجيه من الكبار الموجودين في الأسرة سواء الوالد والوالدة أو الإخوة والأخوات الكبار. يعني أنا يحضرني مقولة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أو كل ما اشتهيت اشتريت. يعني الإنسان أو رب الأسرة لازم. نعم صحيح. لازم يعود أولاده على القناعة والصبر. نعم. والقناعة والمقصد الأساسي من وجود شهر رمضان مثل ما تفضلتي هو الصبر وتعويد الأبناء على الصبر حتى اللي ما يستطيعون مثلا مواصلة الصيام ممكن أن نسليهم كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن أن مثلا نوفر لهم بعض الألعاب، نشغلهم بعض الوقت لحد مثلا منتصف النهار لكي يعني يتعودوا والصوم. على الصوم ويفهموا المقصد الأساسي من وجود رمضان. نعم بيسك. طيب أستاذ تركي برأيك يعني كيف نقدر نحد من هذا الإشكال اللي قاعدين نشوفه ونحد نحل المشكلة هذه؟ نعم والله المسؤولية هنا كبيرة يا أختي نوف على الأسرة. نعم. وعلى الإعلام. الإعلام له دور كبير يعني وللأسف الإعلام يعني في نفس الوقت هو يبث الدعايات وفي نفس الوقت سلاح ذو حدين. نعم صحيح. فيعني حتى إحنا يعني لازم نقنن مثلا مشاهدة وسائل التواصل الاجتماعي لأولادنا. نحط أوقات معينة ما يكون المجال مفتوح أمامهم على طول يعني لأن للأسف يعني الآن إذا أولادنا تعودوا على مشاهدة كل شيء فراح يعني يصير فجوة بينهم وبين واقعهم. يعني سواء كان الطفل صغير أو مراهق أو للأسف حتى أحيانا في بعض الأشخاص الكبار يعني حتى بعض الزوجات. نعم. أو بعض الأزواج يزهد فيما عنده بسبب متابعة مثلا إن صح التعبير مشاهير السوشيال ميديا. نعم. نرجع لموضوع الثقافات رمضان الثقافات السيئة اللي قاعدين نشوفها. أمس قاعدة أتابع أحد الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي فأحد المشاهير قاعدة تغطي محل للمواعين والأثاث. صح. والكاسات. صح. وآخر ما نزلوه الآن. صح. لرمضان وهذه الزينة اللي نشوفها الحمراء وهالأنوار وهالفوانيس وهذا إيه صار شيء هذا جزء لا يتجزأ مننا. نعم صح. السفرة ذي والزخاريف ذي اللي كنا نشوفها أول. صح. في الأروقة أول في بلدان عربية صرنا نشوفها عندنا هنا شيء أساسي للأسف. تلقى ما شاء الله ربة البيت تنزل وتحط حتى الثريات تغيرها صحيح للأسف. إيش رأيك في هذا اللي قاعدين؟ لا طبعا هذا ما هو في الأصل موجود. يعني حتى في الشرع قسم حاجات الإنسان
للضروريات مواعين خاصة لرمضان. نعم. للأسف هذا ما هو من المطلوب يعني وما هو الأصل من وجود شهر رمضان. يعني الشرع قسم حاجات الإنسان للضروريات والكماليات. صحيح. والأساسيات. فإحنا لازم نتعود على أننا نحقق لأفراد الأسرة الأساسيات اللي تحقق لهم الاكتفاء المناسب من. نعم. يعني زي ما تقولين الرفاهية الزائدة التي ليس لها معنى. صحيح. صحيح. نعم. يعني إحنا نحصل بعض مثلا بعض السفر يكون فيها الزخرفة هذه والمواعين الخاصة في رمضان. نعم. شكل الهلال والفانوس والمدري إيش والفضيات الخاصة في. صحيح. رمضان يعني مناظر بذخة عجيبة قاعد نشوفها. نعم. إيه؟ وكما تفضلتي يعني شوفي حتى بغض النظر عن الأواني أكيد الأواني هذه شيء مؤسف للأسف. نعم. يعني تغير. نعم. لكن إحنا لو جينا لنفس مهمة عندنا سبحان. صحيح. الله. صحيح. ما كنا نشوفها قبل كم سنة. صحيح. لكن لو جينا لنفس الأطباق اللي معدة يوميا يعني من غير المعقول أن تكون الأم أو ربة البيت تقضي خلنا نقول أكثر يومها في المطبخ. نعم. وتترك الجانب الأساسي من. إيه. من روح رمضان وهو. صح. العبادة والتقرب إلى الله. التغرب. نعم. صحيح. ومن ناحية أخرى تجدينهم حتى تجي بالليل تكون مجهدة حتى لأداء الفريضة والنوافل أيضا. صحيح. صحيح. نعم. وتجدينهم على السفرة خلنا نفترض أنهم 7 أشخاص نجد أن الأكل اللي موجود ممكن يكفي الضعف أو الضعفين. نعم. ومن هالباب هذا يمكن في دراسة أنا اطلعت عليها قبل فترة أنه أن الأسر يصرفون في رمضان ضعفي أو 3 أضعاف ما يصرفونه في الأشهر في شهر رمضان أكثر في شهر رمضان. نعم. ومن هالباب هذا أيضا أنا أذكر أنه في إحدى الدول العربية وممكن يقاس عليها في دول الخليج في شركة أوروبية أرادت أن تقوم بإعادة التدوير. نعم. تكرمون للمخلفات والمستمع بكرامة يعني الزبالة إن صح التعبير يعني. نعم. فعندما سووا تجربة أولية للمحتويات النفايات عندهم وجدوا أن ثلثي هذه المحتويات أكل ومواد يعني خاصة بالأكل ومواد غذائية. لا حول. فانسحبوا يعني لأنهم كانوا هم مشترطين على الحكومة إن صح التعبير في بداية الأمر أنه تكون 80% من المواد اللي سيقع عليها التدوير أنها مواد بلاستيكية ومواد يعني أوراق وما شابه. إعادة التدوير. فتخيلي أن ثلثي ما يرمى من المنزل أكل يعني هذا من باب أولى أنه يكون فلوس مدخرة في جانب معين خصوصا الآن الأسرة. يعني قاعدين يعني المرة الحقبة الزمنية اللي مرينا فيها الفترة السابقة يعني اقتصادنا يعني فكان مفروض أنه كل أسرة تتحرك وتعمل آلية جديدة. صح. وإدارة جديدة لإدارة المصاريف. صحيح. نعم. صحيح معك. طيب أستاذ يعني برأيك وش الحل يعني تتوقع أنه ممكن مفروض تدخل الجهات الحكومية يعني المشاهد اللي شفناها إحنا الرز والكيكة اللي كم 7 أدوار 8 أدوار وشفناها احنا كلنا. صحيح. وعارفين انها في مجتمعنا السعودي. نعم. صحيح. رأيك تتوقع لو دخلت جهات حكومية مثل هذه مو بأفضل المفترض احنا بنتكلم. نعم. وبننصح. صح. ما قاعد نشوف تغيير. صحيح. صحيح. فإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. صحيح. فالقوة لها دور في الجانب. نعم. هذا يعني يعني مثلا على سبيل المثال لو قلنا مثلا لقاعات الأفراح. بالضبط. هذول اللي. بالضبط. يرمون الرز شفنا الرز المكبكب في الأرض منثر مفروض مو بمخالفات عليهم. بالضبط. صحيح. 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 يعني احنا نحضر افراح ونحضر. إيه. اعراس. إيه. وللاسف نجد كميات في نهايه الفرح او المناسبه كميات ما حد يشيلها يعني. ولا مبرر بصراحه اني اقول الجمعيات الخيريه تاخذها يعني. الجمعيات الخيريه تاخذها بعد ما بات الاكل وعفوا يعني. يمكن تلوث بعد. نعم اكيد بشك. لكن من هالباب هذا اختي نوف انا اقول. نعم. أنه طريقة تقديم الأكل برضو لها دور يعني. فأنا أرى أن طريقة تقديم البوفيه صح التعبير البوفيه المفتوح اللي يضع الأكل في مثلا صياني أو سخانات معينة. وكل فرد من العائلة يأخذ بمقدار معين أفضل من أنه يضع في طبق واحد والجميع يأكل يعني من أجل أن الأكل يحتفظ بمثلا شكله الأساسي وما يكون مثلا متعفن ممكن. أيوة يكون بالضبط يعني وبالتالي ممكن أنه يستفاد منه يعني إهداءه لأحد أو حتى تناوله في اليوم التالي إذا كان نظيف ويعني وما تأثر بشيء معين.
نعم، خلينا نرجع لموضوع السوبر ماركت. يعني احنا شفنا قبل فترة شفنا بعض المحلات التجارية الكبيرة عملت تخفيضات وشفنا الناس يطاقون وشفنا الناس يتضربون واللي متعلق في الجدار طال عمره كله ما ادري. يعني ليش احنا ما عندنا ثقافة؟ ايش ينقصنا احنا؟ ينقصنا التربية المنزلية للأسف، التربية المنزلية. يعني البيت هو المحل هو ايش يبي؟ يبيع صح، وهو قاعد يضحك علينا. يمكن هو يعني في شفنا في فيديوهات انه يشيل الستيكر ويطلع الستيكر الحقيقي السعر غير المحطوط الستيكر، يعني قاعدين يضحكون على عقول المشتري. انا لازم اعلم اولادي كيف يختارون السلعة. إيه هذا اللي نبغى نوصل، كيف يختارون كيف السلعة، كيف نوصل احنا الى درجة من الوعي الاستهلاكي. يعني مو معقولة واحد يدفع اقساط مثلا منزل او اقساط سيارة او ايا كان القسط اللي عنده مثلا 1500 ريال ولا 2000 ريال ويروح يشتري البنت مثلا بلوزة ب 700 ريال. نعم، ايه غير معقول. يعني من هالباب هذا انا اقول لك بالنسبة للسوبر ماركت والتخفيضات وما شابهها، يعني تخيلي انه مثلا في سلعة معينة قيمتها الاساسية 10 ريال ووجدنا ثلاث في العرض اللي موجود ثلاثة من نفس النوع ب 30 ريال. أربعة ب 30 ريال. فهنا أنا أعتقد أن فيه إيهام للمستهلك بأنه السلعة هذه مناسبة للشراء، لكن هو راح يشتري الثلاثة وهو مو بحاجتها، يعني في حين أن المبلغ الزائد ممكن يصرفه في حاجة صحيح يستفيد فيها في نفس الوقت. فهنا لازم الواحد أساسا ما يروح يشتري أو يتسوق ألا هم سجل معه الأشياء الضرورية. هذه اللي ما قدرنا نوصل لها يا أستاذ تركي. لازم نوصل لها. ايه؟ هذه هي يعني الأساس. ضرورة أن الواحد يسجل كل اللي يبيه. صحيح. المشكلة أن الواحد يبي يدخل خصوصا إذا كان صايم. صحيح. إذا كان صايم شر السوبر ماركت كله. لا طبعا هو الخبراء والمختصين يحذرون أساسا من الذهاب للتسوق وأنت جائع. لأنك ستشتري ما لا تريد وما تريد. سبحان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. ويعني تحصلين الواحد الآن إذا أذن أصلا صايم طول اليوم، صايم 15 ساعة بس مجرد ما يأكل كم تمرة كذا مع شوية ماء ولا قهوة فيشبع. ويلا لك الحمد. نعم. شبع وسدد جوعه. لكن هذا يعني نتمنى بعد هذا اللقاء إن شاء الله أن تنير العقول بهذا، خصوصا أنه إحنا وصلنا يعني صارت تطلع علينا فيديوهات وهذا وهذا، ما هي في عاداتنا ولا هي في ديننا طبعا. صحيح. يعني نشكر حضورك، نورتنا يا أستاذ تركي. العفو. التميمي باحث اجتماعي. نورتنا. أنا شاكر شكرا جزيلا لك. العفو أختي.